نهارك ابيض يا احمد، وده متالق على شاشه قناه نادي الزمالك. واهلا بكل مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان. زي ما بنعمل سبوت كده على الالعاب داخل نادي الزمالك، النهارده لعبه جميله جدا والصوره بتتكلم عن نفسها. خلفي طبعا مجمع الغطس، طبعا هنتكلم مع اللواء اشرف عبد الله رئيس جهاز الغطس عن طبعا استعداداتهم لبطوله الجمهوريه القادمه. بطوله هتكون مهمه جدا، هنشارك فيها في مراحل سنيه من اول البراعم لحد قطاع الناشئين والعمومي. هنتكلم معاه اكتر استعدوا ازاي لهذه البطوله القادمه ان شاء الله في مارس. سياده اللواء اشرف عبد الله، برحب بحضرتك ونهارك ابيض. اهلا يا فندم، نهاركم ابيض بخطين حمر ان شاء الله. سياده اللواء، طمنا بقى على الاستعدادات للبطوله القادمه طبعا في مارس، بطوله الجمهوريه، وكم مرحله هنشارك فيها من نادي الزمالك؟ ان شاء الله بطوله الجمهوريه في خلال فعلا مارس اللي جاي هنشارك في جميع الاعمار السنيه من اول البراعم، مبتدئ ومتقدم ومتميز، اولاد وبنات، ومرحله الناشئين السي والبي والاي تحت 13 سنه و15 سنه و18 سنه، ثم مرحله العمومي اللي هي اعلى من 18 سنه، مجموعه من 18 و17 و16. الاستعدادات ليها ازاي بقى، وبيتم تدريب كام يوم في الاسبوع؟ واكيد هتاخد وقت طويل جدا عشان نشارك ونحقق انجاز في هذه البطوله. احنا بنتدرب 6 ايام في الاسبوع، يوم واحد بس هو اللي بيبقى راحه. التدريب يتجاوز 4 5 ساعات يوميا، اعداد خاص واعداد عام، والتكنيكال بتاع الحركات اللي هو بيسموه فاندمنتال، الاساسيات، بينتقل منها الى الحركات الاصعب فالاصعب. الحمد لله احنا تقريبا مقفلين كل المراحل السنيه في جميع الحركات المطلوبه منهم، وعلى استعداد تام ان شاء الله. برودة الجو دي بتاثر عليهم ولا البسين بيبقى خلاص المايه بتبقى ظروفها ايه، ساقعه سخنه؟ هو طبعا انا بحب اشكر اداره حمام برئيس قطاع الحمامات الاستاذ محمد فهمي، موفر لنا جميع الامكانيات. المية سخنة زي ما حضرتك عارف، احنا في يناير اهو في تدريب شغال زي ما حضرتك شايف. دي برضو من دعم مجلس ادارة النادي ان المية تبقى شغالة صيف شتاء، وده مجهود يعني جبار ويشكروا عليه طبعا. في دعم السادة المستشار مرتضى اكيد، جميع الالعاب الجماعية والالعاب الفردية ودعم كامل الحمد لله. في يا ست اللواء، وهستقبل بقى 2 من الابطال دلوقتي اللي بيتمرنوا دلوقتي. شكرا لحضرتك. تحت امرك، اتفضل يا فندم. اتفضل معايا بقى 2 من ابطال نادي الزمالك، مالك ونتعرف بيهم بقى. احمد دلوقتي هتعرف بيك. انا اسمي محمد هيثم. محمد هيثم، عندك كام سنه يا محمد؟ انا مواليد 2011، ودخلت بطولات كتيره جدا في الغطس، بس الحمد لله يعني الحمد لله لحد دلوقتي لسه ما حققتش. هو ربنا اللي عايز كده، ان شاء الله احقق البطوله الجايه. مرن كويس؟ ايوه الحمد لله، لسه يعني بتقدم مع الوقت عشان لسه مرحلتي بتتطور مع الوقت. تعليمات بقى الست اللي هو ليكوا في التدريبات، بيقول لك ايه تعمل ايه؟ او احنا بنلتزم جدا بالتعليمات، ان احنا ننام بدري وناكل اكل صحي، وان احنا كمان نبقى كويسين قوي كده في التمرين، نضغط على نفسنا شويه في التمرين عشان ان شاء الله نحقق في البطولات. بشكرك بقى وهسيبك تروح تتمرن عشان اخد زميله. تعرف بيك؟ مالك. مالك، كلمني، عندك كام سنه يا مالك؟ انا عندي 12، بقالي 8 سنين بتمرن غطس، دخلت بطولات كثيره، جبت تالت جمهوريه، وجبت في كذا بطوله ميداليات، وجبت كل البطولات يعني، جايب تالت، دخلت 5 وجبت في الخمسه. مستعد بقى البطوله الجايه ازاي بقى، بتتمرن كويس عشان تحقق ميداليات احسن؟ بدوس على نفسي كتير علشان اجيب اول جمهوريه المره دي، والحمد لله ان شاء الله. في المدرسه؟ بوافق بعد ما بين التمرين والمذاكره. تنام بدري بقى وبتاكل اكل صحي وكده؟ بخلص تمرين واروح اذاكر، بعد كده انام واصحى برده امشي على الروتين ده. تعليمات الست اللي هو ليك بقى في التدريبات، بيقول لك ايه تعمل ايه؟ يعني نط كويس، نام بدري علشان تيجي تعرف تنط وما تحسش بهلكان، وابقى كويس. وحطك بقى مع نادي الزمالك، اجيب اول جمهوريه واجيب كاس احسن لاعب. بسيبك بقى تتمرن كده، ورينا بقى الشغل الجامد بقى. ده يعني كان ابطال نادي الزمالك طبعا، اللي ان شاء الله هيكونوا متواجدين في البطوله القادمه، ان شاء الله هيحققوا انجازات احسن في الفتره القادمه. دي كانت كل كواليسنا، انا زميلي احمد الان بالتاكيد عوده ليك مره اخرى في الاستوديو، اليك الكلمه، تفضل. شكرك زميلنا طبعا محمد على الوجبه الجميله دي من الغطس في نادي الزمالك. طبعا شكر موصول للواء اشرف عبد الله رئيس جهاز الغطس،
وشكر موصول كمان للأبطال الصغيرين الموجودين محمد ومالك، إن شاء الله يبقوا أبطال فيما بعد ومثلوا نادي الزمالك ومنتخب مصر فيما هو قادم في المستقبل بإذن الله.